ونرى قوافل من المؤمنين بكافة أصناف الشعب العراقي، سواء كانت شيوخ عشائر، مواطنين، تقوم بحملة من التبرعات بأجهزة كهربائية، مواد غذائية لغرض إيصالها إلى الشعب السوري الجريح في مناطق الزلزال. أرسلت ولا تزال في طريقها للإرسال مواد غذائية أولاً وبطانيات وما يحتاجه الفرد السوري نتيجة هذا البرد القارس، ومن ثم المجاعة، ومن ثم الاطمئنان للشعب السوري بأن هناك ظهير له ألا وهو الشعب العراقي.